الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يوم وسفرة دايمة على تلفزيون الحياة. والنهاردة أكل عادي جدا، امبارح عملنا الحلو، عملنا خطوة سهلة جدا جدا قدام حضراتكم، عملنا كمان رموش ست. والنهاردة يوم الأكل البسيط جدا اللي يتناسب مع كل يعني الفئات بتاعت الشعب، اللي يتناسب مع كل المستويات سواء غنى أو فقير. مش معنى إن هو أطباق بسيطة معناها إنها أطباق مش غنية، بالعكس أطباق بسيطة ولكن تنفع لكل المستويات. عشان في ناس يقول لك يعني لا، بالعكس هتلاقيها طعمها كويس جدا جدا، عايزين الناس تجربها النهارده. النهارده هنقدم النهارده كرات الدجاج، كرات مش كرات، لا كرات الدجاج، يعني الشيكن بول. ماشي، هنقدمه النهارده مع صوص السلق مع الطماطم. هنقدم النهارده تشيكن بول مع صوص السلق الطماطم، وهنقدمه كمان مع الرز الابيض زي ما قال عماد كده، كور الدجاج عشان الناس بس ايه يعني تسهل على بعضيها. كور الدجاج هنقدمه النهارده مع صوص الطماطم والسلق. النهارده كمان هنقدم حاجه اسمها سباكيتي كاربونارا، سباكيتي كاربونارا طبق ايطالي 100% هناك بيعملوه بالخنزير، تمام، بحاجه اسمها بانشيتا بتتعمل، لكن احنا مش هنعمله بالخنزير خالص، هنقدمه النهارده برده لحضراتكم ان شاء الله يعجبكم. وكمان هنقدم النهارده سلطه البطاطس، سلطه البطاطس المقليه. شوف محمد انت دايما بتقول الزيت ومش عارف ايه، احنا بنقدم لكل الناس، في ناس بتحب تاكل حاجه مقليه، في ناس بتحب حاجه مشويه، في ناس مسلوقه، احنا بنقدم لكل المستويات، اللي عايز يقلي يقلي، اللي عايز يشوي يشوي، اللي عايز يحمر يحمر، اللي عايز يعني ياخد سوتيه ياخد سوتيه، بنقدم كل حاجه. فالنهارده هنقدمها النهارده مقليه، وهنشوف هل هتاخد زيت قد ايه. البطاطس عندي زيت يكون سخن، هيحصل لها ايه يا جماعه؟ هيحصل لها انها مش هتاخد معايا زيت كتير خالص على الاطلاق، ممكن بالظبط كيلو بطاطس ياخد معاها بالظبط في حدود بالظبط 4 معالق زيت اجمالي الزيت. وكمان لو حطهم على ورق الشاف ممكن في الحاله دي كمان يشرب كمان معلقتين زيت. وفي النهايه قليت عندي كيلو بطاطس بمعلقتين زيت، ده حقيقه مش لكن الزيت عندي لو بارد بحط بطاطس عندي بشرب زيت، بتبقى الموضوع عندي شويه صعب. النهارده اول حاجه عندي كرات الدجاج او تشيكن بول مع بالسلق مع صوص طماطم. مقاديري بتقول مقاديري قدام حضراتكم المكونات، المقادير نص كيلو دجاج مفروم، نص كيلو دجاج مفروم، وصفار بيضه، وصفار بيضه، وكوبايه اوراق سلق، ونص كوب دقيق، نص كوب دقيق او اقل شويه، ماشي، ملح وفلفل وقليل من البهار، وخصوصا تكون بهارات الدجاج. بهارات الدجاج الاساس فيها يكون فيها حبهان، بهارات الدجاج الاساس فيها يكون فيها حبهان. يعني خلي بال حضراتكم لو هعمل بهارات دجاج يبقى اجيب عندي الكبه الصيني، الكبه الصيني اللي هي شكل الحمصه كده بس، او شكل العدس بس بتكون مدبابه شويه، دي بنفرمها مع حبهان وفلفل ابيض، وبنديها بصل بودره وثوم بودره، تبقى معايا دي البهار الحلو، ورق لورا دي البهار بتاع الدجاج، ماشي. وعندي صوص طماطم بيقول ايه معايا؟ بيقول عباره عن بصله مفرومه، معلقه ثوم مفروم، 2 كوبايه صلصه طماطم فريش يعني طازجه مفرومه، ماشي، او في الخلاط، معلقه زبده او زيت، معلقه كزبره خضراء، ملح، فلفل، الكلام ده هنقدمه مع الارز الابيض مع بعض كده. الموضوع سهل جدا وبسيط قوي. هنعمل ايه؟ هناخد عندنا نص كيلو صدور الدجاج، بنفرمه كده بالسكينه عندنا قطع صغيره عشان لما يخش عندنا على الكبه ما يهلكهاش وما يضيعش الموتور بتاعنا. بناخد عندنا ادي اهو نص كيلو، وبنديها عندنا شويه ملح وفلفل، ادي الفلفل عندي اهو، ويفضل يكون فلفل ابيض عشان دي تبقى عندي دجاج والسمك فلفل ابيض، وشويه ملح عندي يا جماعه صغيرين كده، واحط عندي شويه بهار لحمه صغير جدا جدا جدا، فيها قلنا بهار اللحمه بهار اسف بهار الدجاج بيكون فيه حبهان، بهار الدجاج بيكون فيه حبهان، شرط اساسي فيه يكون فيه الحبهان اللي هو الهيل، ماشي. الكلام ده نقلبهم مع بعض كده اهو، وبعدين نيجي هنا وعلى الكبه ونفرم الكلام ده عندنا في الكبه كده بالشكل ده مع بعض كده اهو، نفرم الكلام ده عندنا في الكبه فرم يعني ما يكونش ناعم قوي، ما يكونش خشن قوي. طبعا انا عامل قبل كده قبل الهواء عامل شويه، بس احنا هنوريكم برده هنعمله ازاي كده، بس لما تشوفوا كده هنعمل كده ازاي اهو. ناخد الكلام ده كده الكبه دي أو انواع الكبه ده ما بشتغلش بالعافيه، لازم كده ادوس عليه واسيبه بليه يقلب معايا، لكن ما اعملش كده، في حد تاني يعمل كده ما ينفعش، ده يبوظ معايا. ومش ده بس، في انواع كتيره جدا جدا لازم اتعامل معاها بحكمه شويه، ماشي. دي اله برضو بتخرب وليها عمر افتراضي، وكل الكلام ده كل ما استعملها كويس كل ما هتكون عمرها معايا اكتر كده. ادي فرمنا عندنا الدجاج، بناخد عندنا بعد كده نحطه عندنا في البوله دي كده تاني، رجعه تاني في البوله
اهو بالشكل ده. وبعدين نجيب له عندنا صفار بيضة، نديله صفار بيضة ونديله عندنا، انا كاتب نص كوباية دي حد، نص كوباية دي حد منهم جزء مع الدجاج والجزء التاني اعفر بيه. هوريكم ازاي. يبقى ده عندي دجاج اهو، بنديله صفار البيضة، ادي صفار البيضة اهو كده بالشكل ده. ليه صفار البيضة؟ هعمل معايا عملية تماسك، خليها عندي ما تفكش خالص. وادي عندي نص كوباية دي، اخد منها جزء كده معايا واقلب الكلام ده مع بعضه بايدي بعد اذنكم كده اهو. يبقى انا عندي نص كيلو دجاج ممكن اكل معايا اربع افراد كويس جدا، ويخليهم مبسوطين قوي قوي وحاسين انهم بياكلوا حاجه كويسه كده زي ما انتم شايفين كده اهو بايدي كده. وبعدين بعد كده اعمل ايه؟ ابدا عندي اخد عندي الكرات دي وابدا عندي اكورها، اكورها كده بالشكل ده اهو اهو، اتك عليها كده واكورها. ما بعرفش اشتغل وايديا متعاصه، اسف جدا، هغسل ايديا بالاسبوانتي كده. يبقى انا مقادير تاني بتقول لو انا عندي نص كيلو دجاج بفرمه عندي وباخده عندي في الكبه، بعد ما افرمه عندي باخده عندي في الكبه، وبعد ما اخده عندي في الكبه ببدا اديله ملح وفلفل، واديله عندي ملح وفلفل زي ما احنا قلنا، ونديله بعد كده عندنا صفار بيضه، ونديله ربع كوبايه دقيق ونقلبه مع بعض كويس جدا وقليل من بهار الدجاج، وبعد كده نكوره عندنا زي ما احنا نشوف كده. بعد ما نكوره عندنا زي ما احنا هنشوف مع بعض كده هنعمل ايه بعد كده؟ هنيجي بعد كده ونبدا نحط عليه شويه دقيق وندخله عندنا الفرن. يبقى الموضوع عندي بيتعمل عندي في خطوتين، الخطوه الاولانيه انا بفرم، وبعدين بعد كده بدي البهارات بتاعتي اكور ادخل عندي الفرن. اما عندي الصوص بتاعي سهل جدا جدا جدا، عباره عن دجاج عندي، عباره اسف عن طماطم، كوبايتين طماطم، وعندي كمان سلق كوبايتين طماطم، وعندي اوراق من السلق، وعندي بصلايه مفرومه ومعلقه ثوم مفروم، وعندي كمان معلقه زبده او زيت، وعندي كمان معلقه كزبره خضراء وملح وفلفل. خلي بالكم السلق مش موجود هنا، استاذنك يا عماد هنحط عندنا في حدود ماشي كوبايه سلق مفروم، كوبايه سلق مفروم هنحطها عندنا على الصوص، كوبايه سلق مفروم. بنشكرك جدا يا استاذ عماد. ماشي، نيجي هنا كده نبدا نكور عندنا، ادي الدجاج بتاعنا اهو، نبدا نكوره كده بالشكل كده اهو، بالشكل كده ابدا اهو زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، اتكل الاول بعدين اخده بالراحه كده اهو. اه موجود في الصوص ان شاء الله. ماشي، اشكرك جدا، زي ما انتم شايفين كده اهو، ادي كرات الدجاج عندي اهي، بنعملها عندنا لو كل واحد مثلا من العيله اخد له ثلاثه ماشي، هتبقى الموضوع او اربعه بلاش نقول ثلاثه، هيبقى الموضوع بالنسبه له لذيذ جدا، وهياكله مع الرز مع الصوص بالهنا والشفا. كل واحد ياخد له اربع قطع، اربع قطع بيمثلوا عندي حدود 125 جرام. مدام امال السلام عليكم. عليكم السلام. مدام امال اهلا بيك، استكل اتفضلي. كنت عايز اعرف لو سمحت التورتايه بتاعت امبارح عيارتها ايه؟ ستة بيضة كبار، هقول لك حالا. حاجه سؤال تاني؟ لا، بنشكرك جدا استكل. حاضر، ستة بيضة كبار، لازم يكون بيض كبير، ستة بيضة كبار، وعندي تربيكانا. التربكان اللي هو الحشو بالشكل بتاعها، لكن التورتايه كاسبونش عباره عن ست بيضه كبيره معاهم كوبايه وربع سكر، يعني عباره عن 250 جرام سكر، بيتضربوا مع بعض كويس جدا مع نص معلقه صغيره من الفانيليا، مع نص معلقه صغيره من الفانيليا. بعد كده بنديها عندنا كوبايتين الا ربع دقيق مع معلقه ونص بيكنج باودر، معلقه ونص بيكنج باودر. بعد كده بنبدا بعد ما نضرب، لازم اول نضرب عندنا البيض والسكر كويس جدا لغايه لما بيض معايا وبعمل زي الكريمه ويتقل قوي. بعد كده احط عندي البيكنج باودر على الدقيق ماشي، وبعد كده احطه عليه، احط في صينيه مقاس 24 وادخلها عندي الفرن على درجه حراره 180 درجه، بتاخد معايا 40 دقيقه ل 45 دقيقه، اطفي الفرن واسيبها جواه تطلع معايا ان شاء الله بعد زي الفل. بعد كده ابدا ان انا افتحها وابدا احشيها الحشو اللي انا عايزه، برش عندي كمان شويه دقيق زي ما انتم شايفين كده، بدحرج عندي الكلام ده في الدقيق وادخل عندي الفرن. بعد كده اهو بالشكل كده ادخلها عندي الفرن. ادي مقادير التورتايه ستوكولا عندك اهي، يا رب تعجبك وتشوفيها، مقادير عندك اهي يا رب تعجبك وتشوفيها وتصوريها عندك اهيت زي ما احنا قلنا بالظبط. اما الحشو بتاعي ثلاث انواع من الكريمات مع بعض، ثلاث انواع من الكريمات مع بعض، التلاتة بالضرب اللي هو الكريمة اللباني والكريمة باستل والكريم شانتيه. كريمة باستل والكريم شانتيه بياخدوا معايا بالظبط 300 مللي لبن يكون بارد مع الكريمة باستل مع الكريم الطبيعي بتاعنا اللي هو الكريم الخف، بيضربوا مع بعض، وبعد كده احشي معاها التورتاية وجرنشها من فوق بالفاكهة واديها قطع من السبونج فوق ورش عليها سكر.
هندخل عندنا ادي هنا، دخلنا عندنا اهو ادي الدجاج عندي، وعندي جزء من الدجاج اهو بدا يستوي عندي، اطلعه دخلته قبلها بيستوي عندي. وبلاقيه كده ايه لازمه الدقيقه يا شيخ محمد، بيخلي القطع عندي بتاعت الدجاج ماسكه اهي، متماسكه جدا اهي، شايفين عامله ازاي اهي، استوت عندي اهي، وفي نفس الوقت هيدي معايا قوام للصوص. حلو كده، حلو. نيجي بعد كده نعمل الصوص، نعمله ازاي؟ بنجيب عندنا طاسه زي دي او حله، نحطها على النار ونديها معانا معلقه زبده وزيت، او زيت بس او زبده بس، لازم اديها شويه زيت صغيرين علشان ما تحرقش مني، ماشي كده اهو. وبعدين زيت زي ما شايفين كده، زيت زيت قليل جدا جدا، بحب احط حاجه كده. بعد كده احط عندي ادي بصل مفروم. يا استاذ بهاء السلام عليكم. وعليكم السلام. يا بهاء ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ اتفضل. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا بهاء، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، اتفضل يا حبيبي. انا حد اسمي حضرتك. الله يخليك يا بهاء يا ابني، الله يخليك. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله يا حبيبي، اتفضل. انا كنت بس بصلي مع حضرتك وانا كنت عامل حلو. ربنا يخليك يا بهاء يا حبيبي، ربنا يكرمك. انت في سنه يا بهاء ونفسك تطلع ايه؟ انا رايح ثانيه اعدادي. نفسك تطلع ايه ان شاء الله؟ اوعى تقول لي شيف. اوعى تقول لي شيف. ها؟ ايوه شيخ. ها؟ ايوه زي حضرتك. انا مش سامعك يا بهاء. زي حضرتك. الحمد لله تمام. الحمد لله. اتفضل يا حبيبي، سامعك كويس قوي. انت بتسلم عليك. تيتا بتسلم عليا؟ اه. سلمني عليا جدا 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 واشكرها لي. ماشي. ربنا يخليك يا حبيبي، اشكرك جدا يا بهاء. ماشي. اشكرك جدا يا حبيبي، على السلامه، اتفضل. زي ما انتم شايفين كده ده البصل والثوم عندي. واحنا قلنا قبل كده وبنعيدها وبنزيد. مش هنزهق خالص، انتوا بس ما تزهقوش مننا. بنقول ان البصله لو نيه ليها طعم، لو مصفره ليها طعم، لو محمره ليها طعم، لو ورد زي بتاع الكشري ليها طعم، لو محروقه نرميها في الزباله. خلاص كده؟ يبقى احنا كده ايه؟ عارفين خطوات البصل بتاعنا بيبقى ازاي؟ كل حاجه منهم ليها طعم، ايوه كل حاجه منهم ليها طعم، ما تستغربوش بالكلام ده. بنقلب كده معانا لغايه لما عندي البصله هنا عندي تدبل او تصفر، تدبل عندي او تصفر. بعد ما تبدا تصفر ببدا اديها عندي ادي صلصه طماطم، كوبايتين صلصه طماطم. انا على فكره بحب اعمل الطماطم ازاي؟ بجيب مبشره واجيب الطماطم الكبيره وابشرها تبقى قطع كده اهي زي ما انتم شايفين كده جميله. واديها عندي شويه ميه كده اهو، واسيبها عندي لغايه لما ايه؟ انتوا عارفين بقى تتسبك شويه، ولكن انا محتاج تاني بعديها اديها شويه ميه تاني. ليه؟ لان لسه هحط فيها عندي الفراخ اللي عندي الجميله دي علشان تكمل سوا فيها، وكمان عندي يحصل فيه اندماج ما بين الصوص والفراخ عندي يبقى طعمها كويس. يبقى انا بديها كمان شويه ميه كمان اهو واسيبها معايا. بعمل ايه بعد كده؟ بقوم جاي بعد كده مديها شويه بهار دجاج كده، وشويه فلفل ابيض عشان ده اه كده، وشويه ملح عندي كده. اقلب كده يا مشاهد الكلام ده واسيبها عندي تتسبك. يا مشاهد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا مشاهد، اهلا بيك يا ست كل، اتفضلي. منور الشاشه يا شيخ. الله يخليك يا ست كل، ربنا يخليك يا رب. لو سمحت يا شيخ عايز طريقه تخزين البطاطس. طريقه ايه؟ تخزين البطاطس. تخزين البطاطس، عينيا. حاضر يا مشاهد، حاجه ثانيه؟ لا شكرا لك. بنشكرك جدا يا مشاهد، تخزين البطاطس، حاضر عينينا. زي ما انتم شايفين كده بنقطع عندنا السل اهو، تقطيع خشن شويه مش ناعم اهو. وعندي كمان كزبره خضراء اهي معاها، باخد منها برده بتاع حوالي على المعلقه اهو، الاثنين مع بعض كده، كزبره مع السل اهو الاثنين هم. طيب انا كنت قلت لكم في حاجه اسمها بهار حلو او بهار صيني، شكله عامل ازاي اهو؟ بهار صيني وبهار حلو شكله، ده اساس في عمل البهارات بتاعه الفراخ وبتاعه اللحمه، ده اساس عندي اهو في عمل بهارات الفراخ واللحمه والشاورما والكلام ده كله، ماشي؟ خلاص؟ اه خلاص كده؟ ماشي. يا استاذه سوسن السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا سيدي؟ اهلا بيك يا استاذ كل، اتفضلي. ازي صحتك؟ بخير الحمد لله. سيد محمد لو سمحت، انا عارفه ان انت ممكن تكون قلتها قبل كده، انا عايز اعرف اعمل التونه ازاي. عينيا حاضر، نقولها تاني يا استاذ كل. تسلم عينك يا سيد محمد. عينينا يا استاذ كل، حاضر. متشكره قوي، انا مرين. هقفل بس قولها لي الله يخليك. حاضر يا استاذ كل. انا عندي سمك التونه عايز اعمل. هقول لك التونه حاضر تعمل ازاي. عينيا حاضر. اشكرك جدا. زي ما انتم شايفين كده اهو عندي السبانخ والسلق ده يا جماعه ما بتحطش دلوقتي، لو اتحط دلوقتي حليه دبل عندي وخضاره راح، فبالتالي انا بستنى عليه لغايه الاخر خالص، يا دوب بس بحطه في الاخر ياخد غلوه واحده وابدا اغرف معاه السلق. السلق بيدي مزازه مزازه للطعم. ولو عايزه كمان زودي كمان معلقه دبس رمان
على الصلصه ديت اوعى وشك تمام كده، معلقه دبس رمان صغيره بس كده مش كتير، ها ما حدش يعني ايه، لان السلق بس فيه مزازه ودبس رمان فيه مزازه، فمش عايز الدنيا ايه تبقى يعني مززه قوي يعني تمام. اول ما يغلى عندي كده هبدا اخد عندي كرات الدجاج كده وابدا احطها هنا اهو، تكمل سوا هنا زي ما انتم شايفين. ولو تلاحظوا هنا انا عندي هنا ميه بتغلي اهو، في ميه عندي بتغلي، الميه دي هعمل فيها ايه؟ هعمل فيها ايه؟ هعمل فيها مكرونه. لو تلاحظوا كده عندي ميه بتغلي، بصوا كده ميه بتغلي. احنا قلنا قبل كده بنغلي لما نسلق مكرونه نعمل فيها ايه؟ نديها ايه؟ ملح فقط لا غير، ما نديهاش زيت، عشان انا هعمل بعد كده الطبق اللي بعد كده اسمه كاسبكات كاربونارا. بس هنا يعني عندي المكرونه دي لازم تسلق عندي، باخد ربع كيلو مكرونه كده وبحاول اسلقها عندي في قلب الميه دي وهي بتغلي وما كسرش المكرونه. يبقى اعمل كده اهو، اسيبها هي لوحدها هتنزل لوحدها اهي، بتنزل لوحدها كده اهو. اول ما تنزل عندي كده في الميه ابدا اديها تقلبتين عشان ما تمسكش في بعضيها، واسيبها تستوي معايا، بتاخد معايا في حدود 7-8 دقايق بحد اقصى 9 دقايق ماشي كده. يبقى احنا كده بنعمل ايه؟ الطبق الثاني بتاعنا اللي هو سباكيتي كاربونارا، سباكيتي كاربونارا بس مش هعمله دلوقتي، انتوا عارفين ماشي؟ ولا ايه؟ ولا ايه يا عم عماد؟ انت ايه رايك؟ ماشي حبيبي يا عم نطلع فاصل صغير، ايه رايكم؟ قد كده يلا. اهلا بيكم ورجعنا لكم زي ما انتم شايفين كده قدام حضراتكم، عندنا ادي تشيكن بول او كرات الدجاج مع صلصه طماطم والسلق والكزبره. الموضوع كان سهل جدا جدا جدا، نص كيلو صدور دجاج عملناها ايه؟ فرمناها، اديناها عندنا ربع كوبايه دي وبيضه وشويه ملح وفلفل وبهار دجاج، كورناها رشينا عليها شويه دقيق تانيين، دخلناها عندنا الفرن، طلعت من الفرن عملنا صوص طماطم بصل وتوم مع معلقه زبده وزيت على النار، يا دوب بس كده دبلوا معانا، اديناهم معلقه كوبايتين صلصه طماطم مضروبه في الخلاط او مبشوره، اديناهم شويه ميه ملح وفلفل ظبطناها وبهار لحمه اسف بهار دجاج. بعد كده بعد ما اتاكدنا عندنا ان الكرات الدجاج استوت معايا ابدا اديها عندي، ادي كزبره عندي اهي والسل، ادي الكزبره والسل اهم مع بعض كده، واقلب واسيبهم بعد كده عشان اغرفهم في الاخر مع الرز الابيض كده. يا ام اسلام سلام عليكم، متاسفين جدا. السلام عليكم استاذ محمد. ام اسلام اهلا بيك يا ست الكل. انا بقالي ساعه على التليفون يا ست الكل. الفاتوره النهارده عايز تتبيله الفراخ المشويه ضروري يا ست محمد. الفاتوره النهارده عليا انا، يا ريت والنبي. عينيا يا ست الكل، تتبيله الفراخ المشويه جاوبنا عليها. عينيا يا ست الكل. عينيا حاضر. شكرا. عينيا اشكرك جدا. الفراخ المشويه بسرعه كده عشان تعمليها النهارده ان شاء الله. هنجيب الفراخ المشويه بتاعتنا، الفرخه هنغسلها كويس جدا، لازم نغسلها بدقيق وملح، ده لازم اساسي، دقيق وملح وشويه خل ونشطفها كويس جدا ماشي. بعد كده حاجه من الاثنين، انا شخصيا لو هعملها في الفرن بسيبها زي ما هي مقفوله. ليه مقفوله يا شيف محمد؟ الفرخه لما بتفتح البخار الموجود جوه تكوين الفرخه ده بيساعد على ان الفرخه تبقى عندي عامله زي الزبده. خلي بالكم الكلام ده حقيقي بجد، لو عندي فرخه مقفوله هعملها في الفرن هشويها زي ما هي مقفوله هتستوي، هتستوي. لكن النهارده لو هشويها على جريل او على شوايه افتحها، لكن لو هسويها كامله في الفرن بقولها تاني بسوي الفرخه كامله. ليه؟ التجويف بتاع الفرخه ده بيخش في البخار بيساعد ان الفراخ عندي تطلع عامله زي الزبده، ده حقيقي، ده حقيقي، تجربه عامله. حاضر يا عماد انينا ماشي. طيب عملناها يا عماد على فكره قبل كده، عامله زي الزبده ماشي، هنعملها تاني. بنتبلها ازاي؟ بصلايه مبشوره، بصلايه مبشوره، طماطمايه مبشوره، شوية بهار دجاج أو ما عندكش بهار دجاج شوية زعتر، زعتر فريش أو زعتر ناشف ماشي، مع نص أو مع معلقة مستردة، مع معلقة توم، مع معلقة توم وبصلاية مبشورة وطماطمية مبشورة وزعتر عندك ناشف أو دراي، نص معلقة صغيرة على الفرخة ماشي. وبعد كده ادعاك كلك وملح طبعا وفلفل، ادعاك كده مع الفرخة وسيبها شوية كده عندك، هتلاقي ريحتها عاملة زي المسك. بعد كده لو عندك رفس او كرات يا سلام، تحطيه في قلب الفرخه من جوه وتدخليها الفرن يا ست الكل، تلون معاكي تلون معاكي، وبعدين تسقسقيلها بالميه السخنه لغايه لما تسقسقيلها بس المسخنه تستوي معاكي، تطلع معاكي زي الزبده بالهنا والشفا. زي ما انتم شايفين كده خلاص انا ده استوى عندي، مش محتاج اسويه تاني خلاص كده اهو، اغطيه كده عندي وخلاص كده هغرفه معايا مع الرز الابيض، وانت عارفين الرز الابيض بتاعي بيطلع ازاي مش خلاص. احنا الرز الابيض بنجيب الرز بتاعنا نبدا عندنا مع زبده وزيت، نبدا نسخنه كويس جدا، نسخنه كويس جدا، بعد ما نسخنه كويس جدا بنبدا بعد كده نديله
ورق لورا حبان، بصلايه كامله، وبعدين نديله ميه سخنه بتغلي تنزل تش، تقعد معايا بالظبط 5 دقايق على نار عاليه، وبعد كده 15 دقيقه على نار واطيه جدا. ادي عندي الاسباجيتي اهو بنسلقها. يا استاذ هاني. السلام عليكم استاذ هاني القراش. حبيبي الشيف محمد فوزي. اهلا بيك يا هاني بيه. وبقدم باقه ورد وباقه حب لكل شيفات مصر الاعزاء المحترمين. الله يخليك. وتحيه خاصه لقناه الحياه اللي بتطلع لنا اجدع واحسن شيفات في مصر. الله يخليك. سواء الشيف يسري او الشيف حسن او الشيف محمد فوزي، ومن قبلهم الشيف الشربيني. الشيف يسري كمان. وبقدم لكم تحيه، لان احنا بنشوف في منكم تنافس كده على الشاشه، لكن في الكواليس انتوا اصدقاء وحبايب. طبعا وكلكم اصدقاء وبتحبوا بعض وبتقفوا جنب بعض في وقت الشده. طبعا طبعا طبعا. فدي تحيه تقدير ليكم، لان قناه الحياه بتطلع لنا احلى الناس واجمل شيفات في مصر كلها وفي الوطن العربي. ربنا يخليك يا عم هاني. ربنا يخليك يا رب. ربنا يكرمك. استاذنك النهارده بقى في طاجن لسان عصفور في اللحمه الضاني. انا اي حاجه ثانيه سامع عينيك، وبقدم لك تحياتي ليك كابن من ابناء الشرقيه. الله يخليك. اللي شرفنا محمد فوزي. الله يخليك حبيبي. ربنا يكرمك يا عم هاني. ربنا يكرمك يا رب. اشكرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هنا الاسباجيتي كاربونارا، احنا قلنا دايما ان المكرونه الايطالي لازم يكون فيها تكه، لازم تبقى ادنتي، عشان كده المكرونه عندي ما بيسواش قوي. خلي بالكم هعمل حاجه دلوقتي بسرعه. هعمل ايه؟ ادنتي يعني فيها تكه، ما تكونش يعني ما تكونش بتزلط، ما تكونش معجنه. ماشي يا ست ام احمد، يا ست ام احمد اللي الاستاذ عماد بيقول عليها ادنتي، يعني بالايطالي يعني يكون فيها تك، يعني المكرونه عندي ما تكونش بتعجنه، امسكها كده ما تعجنش بايديا خالص. زي كده هوريها لكم اهي، همسك حته المكرونه عندي هلاقيها استوت، هرفعها دلوقتي حالا، بس ما عجنتش مهما اتك عليها عندي ما عجنتش، استوت اهي، قطمت معايا بس ما عجنتش اهي، دي اسمها ادينتي اهي. بصي يا استاذ اهي ادينتي ما عجنتش معايا، فيها تكه كده، لازم يكون فيها التكه ديت. الاكل الايطالي لازم يكون المكرونه فيها التكه دي، والمكرونه الايطالي ما بيتبردش عليها بميه بارده خالص. باخد عندي المكرونه دي وابدا اصفيها عندي، بس قبل ما اصفيها هرفعها على النار كده، وهقول لكم ده لازم اصفيها يا عماد. ماشي، لان رجعت من الفصح هتبقى خلاص راحت مني اهو، زي ما انتم شايفين كده اصفيها كويس قوي كده، وهطلع فاصل صغير وارجع تاني اوريكم المكرونه ديت شكلها هيكون عامل ازاي في الصوص بتاعها، بيخش على النار ولا لا. فاصل قد كده. اهلا بيكم، رجعنا لكم. قبل الفاصل عملنا كرات الدجاج مع صوص الطماطم مع السلق، هنقدمها رز ابيض، ودلوقتي بنعمل اسباجيتي كاربونارا. قلنا سلقنا عندنا المكرونه لمده 7 8 9 دقائق بحد اقصى، ما بردش عليها خالص، ولازم تبقى ادنتي يعني مش معجنه. بعد كده هنعمل الصوص. الصوص عباره عن ايه؟ هناك بيعملوا بحاجه اسمها بانشيتا او البيكون او قطع من اللحمه كده، اللي هي بتاعه اللي هي الدوش بتاعنا، اللي هو البقر بتاعنا. الدوش ده بيدخلوه دواليب او فرانت تخين، بيتدخن وتقطع طرنشات رفيعه جدا جدا، وتاخد عندنا وتاخد بعد كده في طاسه، فيسلي الدهن اللي فيه من غير زيت خالص ولا زبده، يسلي الدهن اللي فيه تماما، ويبدا يقرمش معاهم ويحطوه. احنا طبعا ما بنستخدمش خنزير على فكره، حتى الخنزير كمان انا سالت ليه اصدقاء مسيحيين قالوا حتى الخنزير عندنا محرم، فاحنا ما بناكلش خنزير اساسا. الخنزير احنا ما بناكلوش ولا هم كمان بياكلوه، حتى في مصر بتكلم على الاقل في مصر يعني. ماشي، النهارده هنسددنا الكلام ده بايه؟ بقى عندنا باللحم المدخن، اي نوع لحم مدخن عندك، سواء بقري سواء فراخ رومي، اي نوع لحم مدخن عندك هاخده كده ابدا افرمه. بعد ما انزل مقاديري كده وانا بفرمه كده، بنزل مقاديري عباره عن ربع كيلو، قلنا ربع كيلو مكرونه اسباجيتي، ربع كيلو مكرونه اسباجيتي المقادير بتاعتي. ماشي، وبعدين بعد كده عندي زي ما قلنا 2 صفار بيضه، واتنين كوبايه كريمه لباني، 4 معالق جبنه بارميزان مبشور، ما كانش جبنه بارميزان مبشور، جبنه رومي مبشوره، بس طبعا افضل البارميزان، قليل من الزعتر وملح. تمام ماشي، وعندي كمان اللي احنا مش ضفناه هنا، اللي هو اللحم المدخن مش متضاف، هنضيف 75 جرام لحم مدخن يا عماد من فضلك، 75 جرام اللي هو اللحم المدخن. ماشي، 75 جرام لحم مدخن هنضيفه عندك هستاذنك، ونحط الكلام ده عندنا في الطاسه. ماشي، لو طاسه دبال موجوده مش شايفها عندي خالص، عندنا تمام اوكي، وعندي اللي انا شفتها انا بس العتب على النظر، خلاص بقى معلش هنعمل ايه؟ تمام؟ ادي 75 جرام هحطه هنا يا جماعه عندي في طاسه زي دي كده لغايه لما ينشف معايا، يقدد شويه معايا، انا عايزه يقدد. حلو كده؟
طيب وبعد كده بعمل ايه؟ بجيب عندي قادر 2 كوبايه كريمه لباني اهم كده، واخد معاهم 2 صفار بيضه بالشكل ده كده، باخد معاهم عندي ادي الجبنه البارميزان مبشوره او رومي كده، باخد معاهم شويه ملح صغيرين كده، باخد معاهم عندي ادي الفلفل بالشكل ده، باخد معاهم شويه زعتر اهو، ادي الزعتر عندي اهو. بالمناسبه في ناس سالتني كتير جدا، شوف محمد يا ريت تقول لنا ازاي بتزرع الزعتر. انا بجيب شتلات صغيره من الزعتر، صغيره جدا، بفرغها عندي في الارض في الحديقه عندي، بشيلها على بعضها كده وافرغها وابدا ان انا اسقيها، بتطلع معايا وبتبقى بصراحه ما عدتش بشتري زعتر خالص على الاطلاق. او في البلكونه بتجيبيها عندك في الاصريه، تحطها في البلكونه وتسقيها يوم بعد يوم، يوم بعد يوم تسقيها، ما تكتريش الميه فيها عشان ما تموتش منك. بس هو ده اللي انا بعمله يعني. ماشي، ادي عندنا اهو، ادي زي ما انتم شايفين كده، بحس كده بعمل ايه بقى؟ لازم وشرط اساسي ان المكرونه دي عندي لازم تطلع من السخنه، من الميه السخنه بتغلي، لازم شرط اساسي. اعمل كده اهو، يبقى لازم عندي مكرونه تطلع من ميه سخنه بتغلي، ده لازم شرط اساسي اهي. لازم عندي مكرونه تعمل ايه؟ تطلع من ميه سخنه بتغلي، لازم اهي، لازم كده، لازم تطلع من ميه سخنه بتغلي، وهي بتغلي كده وهي بتغلي كده، وكون اكون لسه سالقها لازم اشيلها كده على طول في ميتها، اصفي منها الميه تماما اهو اهو كده، وانزل في البوله دي عندي اللي هي فيها ايه؟ فيها البيض وفيها الكريمه وفيها الجبنه وفيها الزعتر وفيها الملح وفيها الفلفل، وانزل كده واقلب كده اهو بسرعه اهو كده، ومغطي عليها واسيبها كده معايا بتاع ايه؟ بتاع حوالي عن 7-8 دقايق، وبعدين اغرفها. لما اجي اغرفها بقى هشوف شكلها عامل ازاي. يبقى كده اسباجيتي اسمها اسباجيتي ايه؟ اسباجيتي كاربونارا، اسباجيتي كاربونارا. طب وده يا شيف محمد احطه في الاخر اه كده اهو يا كريم اه كده، واحطه كده اغطي ماشي اهو اهو تاني اهو اهو حلو كده ماشي. اخر حاجه هنعملها مع بعض كده، هنعمل سلطه البطاطس عندنا المحمره. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا جدا. انا عندي بطاطس قطعتها مكعبات، ازاي؟ هوريكم ازاي. شيل يا شيف فضلك وجيب لي مصفه ثانيه اهي. بنعمل ايه؟ بنجيب الطاسه دي كده ونبدا قصدي البطاطس دي كده نقشرها، وناخد الحواف دي ما نرميهاش، نمشيها في اي حاجه ثانيه اهو كده اهو. واجيب البطاطس دي كده اقطعها عندي اهو مكعبات اهو بالشكل ده كده اه كده، ودي كمان كده ودي كمان كده اهو. وبعدين اقوم جاي واخد ده كده 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 اهو اهو اه كده كده مكعبات اهي. بعد كده اصفيها، وفي نفس الوقت اخد عندي كمان البصل بتاعي دوت كبير اهو مع بعض كده اهو، البصل اهو تقطيع كبير. مقاديري بتقول لو انا عندي كيلو بطاطس، لو انا عندي كيلو بطاطس ماشي، كيلو بطاطس عندي، وعندي كمان زيت للقلي وبصله مكعبات، بصله كبيره او بصلتين، وحبه فلفل مكعبات تكون برضو الوان احمر اصفر اخضر ماشي، وعندي نص معلقه بابريكا، وعندي ملح وفلفل وقليل من الكمون. موضوع سهل جدا جدا ومش محتاج احط زيت تاني، خلي بالكم ليه؟ لان خلاص هي عليها زيت. نيجي كده نقطع مع بعض كده اهو، ادي البصل عندي اهو قطعناه كمان كبير اهو، ونشوف هنعمل ايه مع بعض اهو كده اه اه زي ما انتم شايفين كده. بصل عندي بقطعه ايه؟ بقطعه كبيره اهو يا جماعه كده. حاجه اخد عندي البطاطس دي احمرها عندي في الزيت، زيت سخن اهو، اصفيها عندي كده اهو، اصفي وابدا اخدها عندي على الزيت السخن. بس خلي بالكم لازم اراعي ان الزيت ده لما احط فيه عندي البطاطس ممكن يفور معايا لو زيت معمول فيه قبل كده مره او اتنين. احنا قلنا الزيت بتقل فيه كم مره؟ كم مره؟ ملوش عدد. ليه؟ على حسب نوعيه الزيت. يعني ما ينفعش مثلا اجيب زيت ذره واقول اقلي فيه مرتين او ثلاثه، زيت الذره بيطير على طول بس مره على طول، ما بيستحملش درجه حراره عاليه. لكن في انواع من الزيت زي زيت الرز ممكن يتقل فيه 4-5-6 مرات بشرط. كل مره بقلي فيها زيت عميق، ما بتكلمش زيت غريب، زيت عميق، كل مره فيها اصفي البواقي الموجوده في الزيت واغطيه عشان ما احصلش عمليه اكسده، تمام كده؟ ارفع كده اهو
شوف رفع ازاي يا جماعه، رفع ليه؟ ليه؟ محدش قال لي برضه عشان الزيت ما يفرش. اه ليه؟ اه كده. وبكده يا ست الكل ممكن اخزن عندي البطاطس، ان انا اخدها عندي اقطعها مكعبات او شرايح طوليه زي البطاطس اللي احنا بنشتريها اللي هي الفرنش فرايز ماشي، او البطاطس المقليه يعني او نص مقليه، بنجيبها ونحطها عندنا في الزيت لمده بالظبط، لو هي طويله بناخد معانا لمده 3 4 دقايق، نطلعها نفردها عندنا وندخلها عندنا الفريزر، اول ما تخش عند الفريزر تشك معايا تقفش معايا او تجمد معايا، احطها عندي في كيس وبعد كده اعبيها، او احطها كده مكعبات واخدها عندي في الزيت لمده 7 8 دقايق وبعد كده احفظها كده، حفظ بطاطس عندي في اكياس ولا اخاف منها خالص على الاطلاق. اه طب تعالى يا كريم عشان اعمل حاجه ماشي. اه كده كده. اه طيب كده خليك معايا كده ماشي. طب اعمل ايه بعد كده؟ اقطع عندي الفلفل، اه فلفل الوان اصفر احمر اخضر، حطيت حبايه كده، اخدهم كده معايا اهو، ادي واحده كده واخد الثاني كده اهو، واخد الثالث كده كده، هنعتبرهم ده حبايه كبيره، هنعتبر ده حبايه كبيره، نقطعها برضو عندنا مكعبات كبيره كده. مين معانا؟ يا ام عمرو السلام عليكم. ايوه ام عمرو اهلا بيك يا ست الكل. ايه الحاجات الجميله اللي حضرتك بتعملها؟ الله يخليك يا ام عمرو، ربنا يخليك يا رب. الله يخليك الله يخليك. عايزه بس طريقه الكيكه اللي هي بتاعت امبارح. ايوه الكيكه، الكيكه نفسها، الكيكه نفسها اللي هي الكيكه بتاخد سمنه وكلام من ده. ايوه عينيا. حاضر اس كل. طب انا اعملها لك الاسبوع الجاي، ايه رايك؟ خلاص يوم الثلاث الجاي، ايه رايك؟ خلاص موافقه ولا اقول لك؟ ان شاء الله. خلاص ان شاء الله، اذا ربنا احيانا ان شاء الله. شكرا جدا جدا على الصوت. شكرا. زي ما انتم شايفين كده عندنا ادي ده خلاص كده، نبدا نغرف نغرف يا شيخ محمد، نغرف معانا. ادي هاخد عندي السكوت كربونارا اهو، اقلب كده. بصوا يا جماعه بعد ما اقلب، فين الماسكه يا كريم؟ خلاص خليها كده. نبدا بص يا جماعه، اه شوف الصوص عامل ازاي، غنيه جدا بالصوص. يا سلام يا سلام يا سلام، كده احلى اسباجيتي كاربونارا ممكن تاكلوها. نغرفها ازاي يا شيخ محمد؟ بنغرفها كده مع بعض كده ونشوف. اه نجيب طبق عندنا زي كده، كريم مزوقه، حاطط طماطم شيري ومروقه كريم اهو عشان تتبسطوا، مفيش مشكله خالص اهو. ونبدا ناخد عندنا الاسباجيتي كده، نرفع كده اهو كده، نبدا نرفع كده اهو كده كده. يا اسماء السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذه اسماء السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيك يا ست الكل، اتفضلي. عليكم السلام يا استاذ. اتفضلي يا ست الكل. انا عندي البطاطس، البطاطس اه انا عايزه اعملها ازاي بقى؟ بس بالسلطه. عايزه اعملها بالسلطه؟ اه. عايزه اعملها مسلوقه ولا مهروسه ولا محمره؟ اه. عايزه اعملها ازاي؟ محمره زي كده ولا مسلوقه؟ لا اللي هي بتتعمل على السلطه دي. ما في بطاطس كتير بتعمل على السلطه. اه ماشي خلاص، هتقطعيها؟ حاضر. بتشتريها من المحلات يعني؟ بالمايونيز ولا من غير مايونيز؟ طب يا اسماء انا هقول لك على كام طريقه كده ان شاء الله. اشكرك جدا على اتصالك. بص يا جماعه، اي حد بيتصل على دماغي من فوق، بعترف ان انا ممكن انا ما افهمش السؤال، بعترف ان انا ممكن انا ما افهمش السؤال، لكن هي كتر خيرها بتتصل ومكلفه نفسها، انا بعترف ان يكون خطا عندنا، لكن عشان كده هجاوبك على اكتر من طريقه ان شاء الله ليها باذن الله ربنا. الصوص اللي بقى ده يا جماعه اعمل فيه ايه؟ احطه هنا مرموش ابدا اهو، هي بتطلع غنيه بالصوص كده كده بالشكل كده. ولما بتيجي تاكلي بقى في المكرونه ديت بتلاقي اخر 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 شوكه طالعه معاكي، بتلاقيها ايه؟ الصوص خلاص، المكرونه شربت الصوص كله واتقدمت بالشكل الجميل ده، اسباجيتي كاربونارا على الطريقه الايطاليه ماشي، مع استبدال بعض المكونات اللي هي ما تنفعش معانا في دول اسلاميه ماشي، او في دول ماشي حتى الدين المسيحي بيحرم الخنزير كمان ماشي. انا كل اصدقائي المسيحيين اللي اعرفهم كلهم بلا استثناء بياكلوا ما ياكلوش خنزير ماشي. خلاص كده احنا قدمناها، استبدلنا الخنزير اللي هو بتحطوه بره في اوروبا عندنا بلحم مدخن معانا. بعد كده نبص كده معانا كده، كريم بيبدا اللي عندنا اهو، يرفع كريم، تبدا تقلي مع بطاطس تبقى ان شاء الله معايا زي الفل. ابدا كريم اقلي عادي، وهي بتتقلي كده لما احس انها عندي بدات تخش في السوا ابدا اديها ايه؟ الفلفل بتاعي الالوان، واديها كمان ايه يا شيخ محمد؟
البصل بتاعي الالوان هو كله مقلف مقلي، ما اسمها سلطه البطاطس مقليه كده. اه ماشي، سلطه البطاطس ايه مقليه، عشان بس ما حدش يقول لي ساند باي. نطلع فاصل يا جماعه صغير قد كده ونرجع تاني نشوف اخبار حلقتنا. فاصل قد كده. اهلا بيكم ورجعنا لكم. وقبل الفاصل كنا بنغرف اطباقنا، ونحن دلوقتي جايبين ورق السلق بتاعنا ده. هو ورق السلق ينفع يتحط يا شيف محمد تحت اكل كده وني هيجرى له ايه؟ ولا حاجه خالص، ما هو ورق عادي جدا زي ورق الخس، ايه اللي هيجرى يعني؟ اقدر اغرف كده واخد الكلام ده كله. طلع كريم عندك بطاطس دي خلاص كده اهو، ابدا اخد كده عندي واحده واحده كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا انزل هنا كده اهو. يعني طالما عندي سلق فشكلي من اشكال التقديم اهو كده بالشكل ده اهو كده اهو كمان كده. خدنا من نفس المكونات اللي عندنا وعملنا منها طبق ده زي ما انتم شايفين كده اهو، والباقي ممكن اجيب عندي بوله صغيره، اجيب بوله كمان يا محمد معاك، بوله كريم من فضلك، بوله كريم كده عشان ابدا ان انا ازود بولا معايا كده. ابدا احط هنا كده، اللي عايز بقى ياخد رز وياخد كلام من ده براحته، لكن احنا قدمناها لكم بالشكل الظريف الجميل ده اهو. يعني لو كل واحد خد له طبق كده فيه رز وفيه اربع حبات خمس حبات كده بيتهيألي يعني، بيتهيألي يعني، وانا موافق انا كمان وانا موافق انا كمان. ماشي اهو زي ما انتم شايفين كده عندنا ادي بولا اهو، وعرفت كمان يا كريم بولة رز. ونجاوب على الاسئله بتاعتنا بسرعه كده. السؤال اللي جالنا يا استاذه ممكن تاني معلش، برام برام لسان العصفور باللحمه الضاني عادي جدا، حسلق لحمه الضاني او اشوحها واديها ورق لورا وحبان، ولازم قرفه، الضاني لازم ياخد معاه قرفه، شرط اساسي ياخد معاه قرفه علشان الزفاره اللي فيه. ماشي، وادي له بصلايه معايا واسيبه يسلق، بعد ما يسلق معايا اجيب لسان العصفور بتاعي وابدا احمصه، ابدا احمصه معايا لسان العصفور، وبعد كده اخد معايا مع بصلتين كبار مع بعض كده، واقلب كله مع بعض مع حبات فلفل وطماطمايه مبشوره معاه، واقلب معاه اللحمه اللي استوت عندي بنسبه 90%. ابدا اخد الكلام ده عندي واحطه في البرام واسيبه يستوي تاني لمده كمان بتاع 10 دقائق، اللحمه توصل معايا 90% سوا 95% سوا، بعد كده ادخلها عند الفرن وتاخد وش معايا مع البرام، واحط عليه طرنشات طماطم بالهنا والشفا. اسئله تانية جات لي؟ اسئله تانية جات لي؟ طيب اخد دي كده ودي كده اهو، معلش انا باصص الدنيا، انا عارف انا باصص الدنيا، انا عارف انا عارف انا عارف بجد 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 بجد. ماشي، هعمل اخر حاجه عندي سلطه البطاطس دي، اخدها كده اجيب بوله ثانيه، بوله ثانيه يا كريم من فضلك، بوله ثانيه، بوله كبيره، لا بوله كبيره ازاز. ماشي اهو كده، عايز ارفع دي في حاجه، اخد دي كده عندي اهي وابدا احطها كده السلطه اهي كده بالشكل ده كده، وابدا دي عندي ايه، كل حاجه عندي استوت اهي، ابدا دي عندي بابريكا كده، وادي عندي شويه كمون وشويه ملح كده، اقلب كل الكلام ده مع بعضه واغرف السلطه بتاعتي. سلطه سهله جدا وبسيطه جدا، استوت استوت البطاطس يا جماعه، مش لازم عندي تحمر قوي اهي زي ما انتم شايفين كده. ارفع دي كمان الكربونارا اه اه، عايز كده اخد ده كده معايا اغرف فيه السلطه اهو، ورقه اللازانيا. اللازانيا بكره ان شاء الله، بكره اذا ربنا احيانا هنعمل عجينتها، هنعمل عجينتها ونقدمها بشكل تاني في حاجه تانيه، وهنقول بتعمل ازاي. هي عباره عن عجينه، عجينه سهله جدا جدا جدا، رقائق من الباستا، بتاخد اي حشو ايا كان الحشو ده ايه، سواء لحمه او فراخ او سمك او جمبري يا مي او اي حاجه من دي خالص. يا مي السلام عليكم، يا مي يا مي السلام عليكم، يا مي يا مي السلام عليكم، اشكرك جدا يا مي، يا ريت تكلمينا تاني. ناخد دي كده على جنب كده، وكريم جايب لي كمان اهي عليها كده، وبكده عايزين نرفع بقى كريم من فضلك، نرفع بولات بقى كده. الاسئله في اسئله تانية يا جماعه جت؟ في اسئله تانية جت؟
طيب مفيش اسئله ثانيه جت خلاص كده. عايزين نرفع ثاني، نرفع ثاني يا كريم من فضلك. يلا حبيبي كده ليه. طيب نرجع ثاني يا عم عماد، احنا عملنا ايه حبيبي استاذ عماد؟ استاذ عماد نرجع ثاني، احنا عملنا ايه؟ نراجع مع بعض كده ايه اللي احنا عملناه وننزل بقدرنا تاني. اول حاجه عملناها كرات الدجاج مع السلق، مقاديرنا قدام حضراتكم سجلوها واكتبوها. كل اللي احنا عملناه فرمنا الدجاج بالمكونات اللي شايفينها دي، وحطينا عليه البيض بعد كده وربع كوبايه دقيق والبهار والملح والفلفل. بعد كده خدناه عندنا وبدانا نعمل ايه يا جماعه، وبدانا على كده نكوره ونحط عليه دقيق تاني، ندخله الفرن. عملنا الصوص البصل مع الثوم مع الـ مع الـ مع الـ مع الزبده والزيت، ماشي. اصفر معانا او يعني دبلو معانا، حطينا الطماطم فريش، حطينا بعد كده عندنا الكزبره وعندي السلق. اخر حاجه حطيناهم معاها علشان ما تبلش معايا، اوعى تنسوا ابدا تحطوا بهار الدجاج اللي هو بيكون فيه حبهان والكبيبه الصيني، اوعى تنسى ده خالص. وبعد كده يا جماعه عملنا ايه؟ عملنا بعد كده عندنا سباكيتي كاربونارا، وعملنا كمان عندنا سلطه البطاطس المقليه. ودي كانت النهارده المنيو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم وتجربوه وسهل جدا جدا. و ننزل بيها ثاني، ننزل مدينه ثاني، مدينه سلطه البطاطس المقليه. الله يفتح عليك يا عم عماد. سلطه البطاطس المقليه يا جماعه اهي قدام حضراتكم اهي، عباره عن ايه؟ زي ما قلنا عباره عن كيلو بطاطس قطعناها مكعبات، ماشي، وجبنا برده زيت للقلي حمرناه عندنا في الزيت او سويناه عندنا في الزيت. وبعد كده جبنا عندنا بصلتين كبار، بصله كبيره قطعناها كبيره برده، وفلفل الوان قطعناه كبير. كل ده خدناه مع بعض عندنا في القلايه، طلعناه من القلايه حطيناه على ورق نابكن او ورق بتاع مطبخ. بعد كده عملنا ايه؟ ايوه عملنا ايه؟ حطينا عليها شويه فلفل احمر ارناؤطي او بابريكا مع عندي مين؟ مدام رضا، السلام عليكم يا مدام رضا. يا مدام رضا السلام عليكم. يا استاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله ينور يا باشا، والله انت منور الشاشه. والله الله يخليك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك. والله بصراحه احنا مش عارفين نقول لك ايه يعني، انت ربنا يديك صحه ويسلمك يا رب. ربنا يكرمك يا رب ويعزك حبيبي، ربنا يكرمك ويعزك. بشكرك بشكرك. سمحت عايزين سيادتك كنت قلت مره على الاعشاب اللي هي بتاعت ايه يا فندم؟ الاعشاب اللي هي خاصه بالركب والتخسيس دي. ال 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 الاركاتيون، الاركاتيون وبذور البقدونس. الاركاتيون الاركاتيون الف لام الف الف لام الف قاف الار الف لام الف ر قاف ي ط واو نون. الاركاتيون ماشي، وبذور البقدونس دول بيساعدوا على تخلص الجسم من الميه الزايده. انا شخصيا جربتها وجابت معايا نتيجه كويسه جدا، ماشي. ودي مش من عندي، من دكاتره، ماشي. تاني بنقول عملنا سباكيتي كاربونارا ازاي. سباكيتي كاربونارا كان عباره عن ربع كيلو سباكيتي سلقناه ادينتي، يعني مش معجن من الاخر يعني. بعد ما سلقناه خدناه على طول مباشره حطيناه في صوص، هو سخن. الصوص عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايتين من الكريمه اللباني واربع معالق جبنه برمزان وصفار بيضتين وشويه زعتر وملح وفلفل. ضربنا كل الكلام ده مع بعضه وجبنا عندنا الاسباجيتي وحطيناه فيه. بس كنا واخدين ايه بقى؟ ال 75 جرام من اللحم المدخن حاطينه في طاسه تيفال من غير زيت، من غير زبده، من غير حاجه، ينشف معانا. حطيناه عليه كده وبقى معانا احلى طبق اسباجيتي كاربونارا اهو قدام حضراتكم اهو، يعجبكم ان شاء الله وبالهنا والشفا. في اسئله تاني؟ مفيش اسئله تاني. طيب كان في سؤال جالي عن ازاي نعمل سجق جزار. ازاي نعمل سجق؟ بص يا جماعه، سجق جزار بيعتمد على الهنك، والهنك اللي هو المصران، والمصران ده لازم يتعامل معامله خاصه. يعني ايه؟ يعني لازم يتجرد قوي ويبقى ناعم جدا وما فيهوش اي حاجه خالص من جوه، ما بقاش تخين خالص على الاطلاق. اهم حاجه عندي بجيب عندي المصران ده بعد ما اتغسل كويس جدا بالملح والجرد كويس او بدار السكينه ويبقى ناعم جدا، او اشتريه جاهز من عند الجزار يبقى افضل، وبدأ رخيص على فكره مش غالي. يعني الهنك الكامل بيعمل 6 كيلو سجق جزار، من 6 ل 6 ل 6 ونص كيلو سجق جزار. بنجيب الهنك عندنا وبنديله كيلو لحمه، الكيلو لحمه مفروم، بنديله عندنا ربع كيلو فلفل احمر، فلفل احمر بلدي، فلفل مش 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 صوب، فلفل احمر بلدي، ماشي. وبنديله معانا معلقتين فلفل ارناؤطي، وبنديله معلقه ثوم مفرومه كبيره وملح وفلفل ومعلقه بهار لحمه. كل الكلام ده مع بعضه، نفرم اللحمه ونحط الكلام ده تاني معاه ونفرم وش تاني،
يعني ايه؟ يعني انا عايز قطع الفلفل تبقى في الوش التاني ظاهره، ما تبقاش اصلا يعني دايبه في قلب اللحمه، لا انا عايز تبقى قطع صغيره ظاهره. عشان كده بنفرم اللحمه الاول ونحط عليها بيت المكونات تاني ونفرم وش تاني ونبدا نلعب عندنا الهانك عندنا بقمعه او بايدينا او زي ما احنا عايزين. نعمله ازاي لو عندي مكنه؟ في مكنه بتعمل برده بيبقى برده مش رخيص مش غالي، لو انت عندك مكنه ممكن تشتري الوش بتاعها تجيبيه وتركبيه ويعمل معاك هانك 6 كيلو. تبداي تعلقيه عندك، لازم تعلقيه عشان تصفي الميه اللي فيه، لان اصلا بعد ما افرم اللحمه دي لازم اديها عندي كوبايتين ميه عشان يقدر يجري معايا. اللحمه المفروض تاخد معاها كوبايه ميه، اللحمه المفروض تاخد معاها كوبايه ميه. ابدا ادخل وابدا اعلقه ينزل ميه وينشف معايا، احطه عندي في الطبق احطه في الفريزر واستخدمه وقت استخدام. بشكركم جدا جدا على حسن المتابعه، يا رب كل حلقه النهارده عجبتكم، انتظرونا بكره في نفس الميعاد ده قبل كام ساعه. بنشكر كل طاقم جميل اللي اشتغل معانا النهارده، استاذ عماد واستاذ حسني، كل طاقم جميل اللي اشتغل معانا النهارده، وكريم ربيع ومحمد ربيع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.